خاص باستيراد الآليات والجرارات الزراعية من تركيا، ويبدو أنه في حركة نشطة عن هذا الاستيراد. مع حركة الهواء اللي هبت شوي هلا يعني لطفت الجو. بداية لك الآن إلى موضوع استيراد الآليات والجرارات الزراعية من تركيا، وواضح أنه هناك حراك معين نشط لهذه، وهناك بشرة أيضا في نهاية البرنامج يمكن. نعم. إحنا شركة منذر صلاح فلسطينية للتجارة العامة. دعاية مجانية تفضل يلا. حصلنا على هذه الوكالة من أقل من سنة ونصف، وصل ما بينا ما يقارب 12 آلية زراعية. زرنا الشركة التركية في شهر واحد في هذه السنة، فأوعزت الحكومة التركية لدى شركة توموسان بتخفيض نسبة مبيع هذه الجرارات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 10%، ورفعنا نسبة الكفالة إلى سنتين، كانت سنة رفعناها إلى سنتين. وبالنسبة للأقساط يعني دفع المبالغ لهذه الآليات الزراعية وصل لحد سنتين، يعني إنه المزارع يشتري الماكينة هاي قصتها. بالتالي تتوقعون مزيد من الطلب على الجرارات؟ نعم، إحنا عندنا بشرة سارة إنه خلال هذه الفترة وصل ما بين 12 آلية زراعية، وقمنا إحنا والأخ لؤي منذر صلاح بنزول هذه الجرارات لمنطقة لفيعة اللي هي المنطقة العسكرية الحدودية الذي يمنع الجيش الإسرائيلي من زراعتها. وقمنا على حسابنا الخاص بدعم من الأخ لؤي ومنا بزراعة هذه الأراضي كاملة، ونجحنا في هذا المشروع. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك حسين وليد رغمة، حدثنا عن استيراد الآليات والجرارات الزراعية من تركيا وبشرى سارة بتخفيضات معينة جمركية. جمال درغمة شكرا جزيلا لك.